يحدث أن تسمع عن إجرام العصابات وسكوت الدولة، لكن أن تنتهج الدولة أسلوب العصابة وترعى عصابات فهذا يشي بأنك في العراق أو أي دولة تنخرها أذرع المرشد الإيراني. ضاقت الأرض بالحكومة وشركائها أجهزة وميليشيات من ثورة تشرين والخطر الذي تمثله، فبدأت منذ فجر الثورة الأول سياسة تستهدف الناشطين والمتظاهرين، لكن تحت جنح الليل قتل، اختطاف، إخفاء تمارسه الميليشيات دون أي رادع، يد مسلحة مطلقة تستهدف شبابا عزل. منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت فقدان 7 أشخاص في الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاما من ساحة التحرير ببغداد أو بالقرب منها منذ 7 تشرين الماضي أثناء مشاركتهم في التظاهرات، مؤكدة أن أسر المخفيين زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية بحثا عن أي معلومات عن أبنائها دون جدوى. من قبيل الشيء بالشيء كان عبد المهدي يخرج ليشكو حاله كأي ناشط لا رئيس وزراء، فيطالب بإطلاق سراح ضابط كبير اختطف علانية من وسط بغداد، ويدين اختطاف ناشطات دعمنا التظاهرات بيد أن عجز الرجل لا ينفي مشاركته في الجريمة. سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قالت إن الحكومة تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذه الاستهدافات، واتهمت السلطات الحكومية بالسماح للجماعات المسلحة باختطاف الناس، وتلك عودة لأصل الأزمة في العراق، انعدام مفهوم الدولة. عمليات الاختطاف لم تقتصر على بغداد فحسب، هذا شاهد من معتقل سري في مبنى قبر محمد باقر الحكيم في النجف يروي تفاصيل ما يجري هناك. بالسرادين شدوا عيونكم وسوتوا شدوا عيونكم زين، هم شنو عراقيين شنو؟ والله يحكون نسمع عجمي عجمي كم واحد عربي. شو يحكون يعني؟ يحكون عربي تفتهمونه يوم يتفتهم حكي مثلنا بس مكسر مكسر. إيرانيون إذن بحسب الشهادات والوقائع هم من يديرون عمليات تعذيب المعتقلين، بينما يشرف ضباط في الحرس الثوري على قمع التظاهرات. من هذا كله يفهم لماذا أحرق المتظاهرون قنصليتي طهران في النجف وكربلاء بعد أن على هتافهم بطردها من العراق. 16 سنة كانت كافية لهزيمة إيران مجددا.